يقول الحسن البصري: يعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تبارك وتعالى. الله أكبر، يعني بلاء من الله، بلاء من الله تبارك وتعالى. كون الحاكم اللي عليك ظالم جائر مجرم، هذه شنهي؟ هذا بلاء من الله عز وجل. ليه؟ مصيبة، لكن المصيبة سببها إيش؟ نحن. لكن احنا اليوم لا لا لا، كل واحد عند نفسه، أنا مية مية، الغلط هناك. أبد ما يمكن ننسب الخطأ في غيرنا أو أن ننظر إلى الخطأ أنه في غيرنا أبدا والعياذ بالله. نعم، يقول: نقمة من نقم الله، ونقم الله عز وجل لا تلاقى بالسيوف. إذا جاءت المصيبة من الله تروح تسحب السيف وتصارع البلاء؟ لا، البلاء كيف يواجه؟ قال: يواجه بالدعاء والتوبة والإقناع والإنابة والإقلاع عن الذنوب. تقصير عندنا، مثل ما قالوا: كما تكون يولى عليه. انتقم الله وجاب لك الحاكم لأن فيك خلل، فيك خلل. الناس اليوم كلهم يبون حاكم يكون مثل من؟ مثل عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز. صير أنت مثل الرعية اللي كانوا وأبشر بذاك الحاكم. لا لا، ما مستعدين نصلح أنفسنا، نبي إيش؟ فقط الحاكم وضعه ينصلح. لا يا عبد الله أبداً، الباب بشرطه. هكذا قال ربنا جل وعلا: ولاية من الله تبارك وتعالى جعلها على ما نستحق، ما في مصيبة في الدنيا إلا بما كسبت أيدينا. يا